باسم السانوس الرب الاله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث الاقانيم. السلام لك يا مريم يا والدة الاله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام للسمائين في بادي النهار، فليك وبالديسير وصفوف الأبرار. السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مبشر العذراء. السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم والأربع والعشرين قصيصا بالتعظيم. السلام ليوحنا السابق والشاهد، شاهد لك المسيح كأعظم المواليد. السلام للإثنى عشر رسول المختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الأمين. السلام لمريم ورقص مبدد الأوثان، السلام للإنجيل مبشر نبي الإيمان. السلام لملك جرجيس الجندي الأمين، السلام للعجيبه مرمين الأمين، السلام للقوي الشافع للمؤمنين. السلام للعافي فادم يانا شهيدا، والأربع عذرا في أيقونة مجيدة. السلام لكل صفوف شهداء الأبرار، الذين سفكوا دمهم واحتملوا سيف النار. السلام لما أنطونيوس أرض كل الرهبان، السلام لما بولا من ليس له مكان. السلام لثلاث مقرات كواكب البرية، السلام لما بابي شوي صاحب أحلى طيار. السلام للقديس المسيموس ودوماديوس، السلام لما موسى القوي في القديسين. السلام لما شنودة رئيس المتوحدين، السلام لما بخوميوس أب الشركة الأمين. السلام السلام للأنبرويس حبيب المسيح، السلام لمن عاش بعيدا عن كل مدين. السلام لأبرام حبيب المسكين، وراه للعطف والرحمن البائسين. السلام للبابا كيرلس رجل الصلاة، صانع المعجزات ومحب الإله. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى نرسى المواعيد.